تفضل. السلام عليكم بتول. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شو تسوي؟ ده أرس الرسمة عن فاطمة الزهراء لأنه اليوم ولادتها. من هي فاطمة الزهراء عليه السلام؟ أقعد وأقول لك. أخذ همينك ودي. فاطمة الزهراء عليه السلام بنت النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ابن عبد الله، ابن عبد المطلب، ابن هاشم، ابن منعاف. شو كنت انولدت فاطمة الزهراء عليه السلام؟ فاطمة الزهراء عليه السلام ولدت يوم الجمعة 20 جمادي آخر، 3 سنوات بعد البعثة النبوية. كم أولاد عندها فاطمة الزهراء عليه السلام؟ فاطمة الزهراء عليه السلام عندها 5 أولاد، بنتين وثلاث أولاد. الأولاد هم الحسن والحسين والمحسن، والبنات أم كلثوم وسيدة زينب. إيش كم ألقاب عندها فاطمة الزهراء عليه السلام؟ فاطمة الزهراء عليه السلام عندها هواية ألقاب، بس راح أقول لك الأعرف حين. الزهراء، البتول، الطاهرة، الصديقة، والكوثر. أها، أني أعرف سورة الكوثر. أها، تفضل وقريها على ود نهديها لفاطمة الزهراء عليها السلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم. أحسنت محمد، بارك الله بيك. يعني لقب أم وأبيها؟ أم وأبيها يعني سيدة فاطمة الزهراء عليه السلام كانت تراعي أبوها مثل ما الأم تراعي ابنها الصغير، ولما كان يروح للحرب كانت تداوي جروحها. خلصت الرسمة. هاي الوردة فاطمة الزهراء والطيور دا يحملوها. ليش اخترت لون احمر بالوردة؟ لانه لما فاطمة الزهراء ماتت هي كانت مجروحة. نبارك لكم ولادة فاطمة الزهراء عليه السلام. الى اللقاء، في امان الله.